اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تبع الاستاذ احمد المصبيح والاستاذ توفيق الخليفه هم ضيفا حلقه الليله. اخطاء الحكام الاجانب تمر مرور الكرام على كل الوسط الرياضي. التقرير يتحدث عن هذا الموضوع. حكام اجانب مع وقف التنفيذ، هذا أقل ما يقال عن الألمان الذين أداروا ديربي الهلال والنصر بأخطاء فادحة. الحكم الألماني ماركو للأسف يحمل الشارة الدولية ولم ينلها إلا مع مطلع السنة الجديدة، ونحن في هذا التقرير لا نقف مع الهلال أو النصر، بل نقف مع الحكم المحلي الذي منذ أن يخطئ تسن أقلام الإعلام عليه بانتقادات حادة لا هدف لها سوى التجريح في شخصه وتهييج الشارع الرياضي، حتى وصل بنا الحال إلى اعتداء الجماهير على الحكام، حتى منازلهم لم تسلم من هذه الاعتداءات. ولكن الأدهى والأمر أن أخطاء الحكام الأجانب تمر مرور الكرام وبردا وسلام على الأندية والجمهور الرياضي، فمن يشاهد هذه الأخطاء البدائية التي تبدو واضحة أمام العيان ولكن أعين الألماني لم تكن حاضرة في الملعب، يتساءل عن مقاييس وآلية اختيار الأمانة العامة لكرة القدم للحكام الأجانب الذين يأتون لنا، والذين من المفترض أن يستفيد حكامنا المحليين من مستواهم في إدارة اللقاء. لا ندافع عن الحكم السعودي وليس معصوما عن الخطأ، والأخطاء جزء من عالم كرة القدم، فلدينا حكام مميزون يحملون الشارة الدولية، وجوه شابة يجب أن نسلط أقلامنا لدعمهم وشحن هممهم وأن تكف أنديتنا عن انتقاداتهم الحادة لهم لكي نفاخر بهم في المحافل العالمية. حقيقي بالنسبة استلتوفيك حقيقة تبغون نقول للمشاهدين ايش كنت تضحك؟ لا ولا طيب الحكم الاجنبي اخطاؤه تمر مرور الكرام. الحكم السعودي دائما تحت التصنيف تحت الميول، يوصل احيانا كثير وكثيره مش احيانا، تصور حتى الى الاتهام والميول وسمعنا حديث اكثر من كذا. هو والله هذه مأساة، يعني دائما من السنوات الماضيه يعني اكثر من ديربي اكثر من مباراه مهامه الحكم الاجنبي اغفل ضربه جزاء اي الفريق وتمر مرور الكرام، المحللين يشيرونها لكن رده فعل اللاعبين داخل الملعب، الاعلام ابدا كان لم يحدث. امس صار كارثه تحكيميه والله لو صارت من حكم سعودي ما في قاره صحه ما جي على راسه من المدرج اللي خلفه، لكن مسكين يعني واضحة. المشكلة في الحكام ولا في الوسط الرياضي وتعامله أو رؤساء الأندية أحيانا وأحاديثهم؟ والله يعني مشتركة، الإعلام الرياضي طبعا أجيب أن نعمم بعض رؤساء الأندية مفترض يا جماعة يعني مو إنصاب الحكم السعودي، الحكم السعودي يخطئ، ولكن يعني لما تقيم الأخطاء قيمها كما هو الحكم الأجنبي أخطأ، كارثة. أنت يا لاعب بين ردة الفعل، ما أقولك أضرب الحكم، واضح أنه خلاص ده أنا من حكم أجنبي أكيد في قانون برا 18 يمسكها بيده. هذا اللي تخيل لي أمس يعني بعدم ردة الفعل أمور مش طبيعية إلا المعلق أستاذ المعلق حقيقة أستاذ نبيل نقشبندي كانت ردة فعل مو قضية هلال النصر، قضية خطأ تحكيمي، والتقرير قال في الحقيقة التقرير جميل قال ما هي قضية هلال ونصر قدر ما هي أخطاء تحكيمية. بس يلمر رؤساء الأندية أبو تركي لما مثلا يعني حكم أجنبي أنت تعت كذا قبل المباراة تعرف أنه لا يعرف هذا ولا يعرف هذا، وبالتالي أي قرار راح يأخذه بس ما يمكن حكم سعودي يشوف هالهلال اللي صارت أمس بالنسبة للكرة اللي برا 18، طبعا الحارس يطرد ما فيها نقاش، وبعدين برا ما يبقى على خط ولا الكرة نص ثلاث أرباع. ما يجب إنه كون الاتحاد السعودي لكرة القدم أحضر هذا المدرب المتواضع أن يكون مبررا لأخطاء الحكام السعوديين. في هناك أخطاء، لا نتكلم عن جزئية، هناك أخطاء في الحكم السعودي يرتكبها كوارثية، لكن لا يعني ذلك إنه لما الاتحاد السعودي لكرة القدم يحضر لا أي يعني أمس يلام الاتحاد السعودي كيف يحضر لنا هذه النوعية من الحكام؟ حنا لما نقول نبغى حكام أجانب
فالمفروض انهم يحضرون النخبه والصفوه وال يعني افضل الحكام. يعني الانديه جالسه تدفع مبالغ كبيره عشان حكام. صحيح. فمعقول يجيبوا لنا حكام بهذا المستوى؟ ولا وليس معناه انه يخطئ هذا الخطا الكوارثي نقول اي والله يحلل حكامنا، لا والله هذا يعني اخطاء كوارثيه، هذا خطا كوارثي. ما يعني احنا نتكلم عن جزئيه عن التقرير، انه يجب انه يعامل الحكم السعودي كما الحكم الاجنبي في تقييم الامور. ليش تاخذ الامور سوء نيه لما يكون حكم سعودي؟ هي مبدا اذا تشكك في نزاهته، اذا انا اشكك في حكم اجنبي اللي يعني يشوف خطا فادح مثل هذا، انا ما اقصد انه الحكام السعودي من جلب الحكام، هذه حاله ثانيه. لما هناك بعض الاخطاء، هناك بعض الاخطاء ما لها تفسيرين، يكون الخطأ واقع أمام الحكم بينه مثلا 5 متر، يا إنها سوء نية، وإن شاء الله الحكام السعوديين ما فيهم سوء نية، بس أقول لك التفسيرات، ها يا إما سوء نية يا إما الرجل هذا جاهل الكرة يمين هو يسار. يعني في بعض الأخطاء تحدث يعني بينه وبين الحكم 5 متر. والله اليوم في تعليقات تويتر يقول لك شكل الحكم الثالث ما جاء فلقى مضيف قال حول معنا كمل. لكن هذا طبعا من باب السخرية، يعني فعلا بعيد عن القانون نهائي. حتى حكم الساحة الاخطاء اللي ارتكبت ناشد الاتحاد السعودي عن جد انه الحكام اختيار الحكام اللي ياتون الى المملكه العربيه السعوديه ياتون حكام يكونون قدوه الى الحكام السعوديين. ما هو معناه ان انا والله اجيب حكم متواضع عشان اقول ها شفتوا انه حكامنا ازين، يعني ما هي، انا اعتقد انها ولا هذه الفكره عندهم، بس لكنها غير مبرره، غير مبرره ايضا. صحيح كلام منطقي. طيب الجماهير الاهلاويه في على تويتر تعبر عن قبولها بالتحدي، قبول التحدي الميداني يا حميدان. جميل جميل، جميل يعني بالعكس هذا يعطي متعه للمنافسه، وجميل ان نشوف منافسه اخرى يعني من الهلال والاتحاد الان الشباب والاهلي. جميل انه هذا يعني في بعض التعليقات وصلت انه نتمنى انه ما تحسم الامور للاهلي او للشباب الا يوم المباراه الاخيره، يعني حتى لو حصلهم فرصه تحسم قبل ما يبونها تحسم يوم المباراه الاخيره. الكثير من الجماهير الاهلاويه عبرت عن قبولها للتحدي، ما عندها مانع. طبعا المحايد انا وانت نتمنى تكون مباراه يعني متساويه الفرص عشان نشوف مباراه ممتعه ومثيره، ويتم التتويج يعني الفائز يتوج في هذه المباراه. يعني ملينا التتويج قبلها بست مباريات كما كان يفعل الهلال او مدري الاتحاد او الاتحاد عشان ما يزعل احد. فاصل قصير بعده نعود للجزء الاخير من الحلقه.